مشاهدي قناة القلم الفضائية، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد الجديد من برنامج ضيف القلم. ضيف القلم اليوم هو السيد أحمد بن صالح. السيد أحمد بن صالح الذي عرف في فترة الستينات خاصة بسياسة التعاضد، وعرف أيضا بإمساكه بما يزيد عن 5 وزارات. ضيفنا سوف يتحدث عن بعض النقاط التي من شأنها أن تضيء تاريخ تونس في علاقة بالحكم البرغيبي بطبيعة الحال. أهلا بكم سي أحمد. أهلا وسهلا، مرحبا سي أحمد. سوف نتناول بعض النقاط المرتبطة بطبيعة الحال بالفترة التي كنتم فيها فاعلا في الحكومة التونسية في فترة الستينات ثم ما قبلها إلى حين خروجك من الحكومة، لكن قبل أن نشرع في الحوار سوف نتابع هذا التقرير ثم نواصل. قيل إن الرجال يصنعون تاريخهم ولكنهم لا يصنعونه في الظروف التي يختارونها بأنفسهم، ولكن بفعل أمور فرضت عليهم من تبعات الماضي. وفي تونس كان للتاريخ محطات كبرى نحتها رجال لا زالت أسماؤهم منقوشة في ذاكرة التونسيين على مر الأجيال وتعاقب الأزمان، غير أن هذه الذاكرة كثيراً ما اعترتها الشوائب وغالباً ما تسرب إليها الكذب الذي هو من أكبر آفات التاريخ. وقد يكون من المفيد تتبع أخبار الماضي، بل قد يكون من الضروري مراجعة تاريخ أشخاص خلت سجلات الماضي من مآثرهم مع أنهم أسهموا في صنع تاريخ تونس. وبعدها يمكن لمن يهمه الأمر ممارسة التحقيق والنظر. أفلا يتوجب علينا حينئذ اقتفاء ما تركه بعض الرجال من المآثر وإعادة فتح الدفاتر؟ ماذا لو تتبعنا شهادة بعض من كان لهم تأثير في صنع بعض محطات تاريخ تونس المعاصر؟ ماذا لو توقفنا عند أقوال من كان في الإدارة والسياسة والاقتصاد مصدر الأوامر؟ إلى أي مدى يمكن للتاريخ الشخصي أن يسهم في إعادة ترتيب الأحداث التي خلت منها سجلات التاريخ والدفاتر؟ ما صحة القول بأن تاريخ العالم ما هو إلا تاريخ السير الشخصية للرجال العظام وما تركوه من مآثر؟ قرأت في بعض تصريحاتكم، خاصة وأنك كنت قريب من المنصف باي، أنه قلت أعلم أنه كان هناك فخاً منصوباً للمنصف باي. ممكن، يعني الشيء توقعوه كونه كاد ينجح الفخ، معناها وقت اللي حاولنا وقت بالأوقات أن نخرجوه من فوق، من فرنسا، من بو، نخف في بالنا باش نخرج هو يمشي للقاهرة. هاي القاهرة واجتماع بالعبد الكريم الخطابي وتتولي وحدة مغربية في القاهرة. وكان الاقتراح من بورقيبة ومن ثامر رحمه الله، والمنصف بي وافق من الأول على المسألة وحضرنا الجو، وأنا كنت مسؤول باش نبقى في المنزل مع العائلة، مع عائلة المنصف بي. مع عائلة المنصف بي أنا نقعد، ولكن ما صحش لأنه هو في وسط السهرة وقت اللي هو مستعد والفليجة صغيرة حاضرة باش يمشي مع الحارس نتاعو اسمه قائد السبسي الشادي قائد السبسي، معناها كل شيء حاضر. ثم بغتة وحده
غبت أنا لحظات ورجعت نلقاه بدل رأيه تماما وعمل لي هكا بالإشارة بتاعه هنا، معناها بتاع إنسان شبه قارصة، معناها ثم أمر دبرة، فما شيء يشعر به كونه ما يزموش يتحرك، وعمل العلامة بتاع الرفض هكذا. سيد أحمد ما عرفتش شنو السبب، شعري فما 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 مكيدة، شعور ذلك بذلك أن فما شيء باش يقع. معناها المكيدة هذه الأطراف نتاعها من فرنسا من تونس أظن من جوانب فالص الكل. أيوة معناها في علاقة بالداخل والخارج، فيها علاقة بال، ما فيش حد شك بالسياسة الدستورية بصفة عامة، وفيها علاقة بسياسة البيات، وفيها علاقة بسياسة فرنسا. أنا فك السن هذاك وفك الجيل هذاك، مازلت شباب وقتها في العشرينات من عمرك على ما إيه عشرينات، أنا 20 21 أنا بتاع بس صغير نسبيا، لكن حيرة كبرى وقعت وقت اللي كل شيء حاضر والفريجة الصغيرة حاضرة وباش نمشي وكذا، وبعد بغتة منصبية قال لا، وعمل هكا بالإشارة أنا شمها قارصة. معناها قد يكون أنه ثم شكون أعلم أو لا، كل وحي نوع من الوحي، مش وحي أنبياء، حس معناها حدس حس اللي أيه. اللي أيه. اللي فما انكماش في شخصيته، وتبين أنه ربما كان عنده الحق وما تم شيء بطبيعة الحال. لكن سيد أحمد هنا تولي لاحظناه أنه كان ثم اتجاه نحو أن يكون النضال ضد الاستعمار مغاربي، في بالنا هذا كمش تكون هي شنو الحكايه، هي ماشي المنصبي باش يمشي غادي كمش يلقى برقيبه ومش يلقى المغربي الاخر الخطاب، معناها مش توري على الاقل ثلاثيه، وفوق الاخوان الجزائريين موجودين البعض من الجزائريين المناضلين في ذلك الوقت، بحيث كانت المساله باش تولي لقاء مغاربي في القاهره لتوحيد ربما الصف وتوحيد ربما طرق النضال ضد الاستعمار، ضد الاستعمار بطبيعة الحال. نبدأ بفترة الستينات تقريبا مع محاكمة اليوسفيين، مع محاكمة قبل الستينات أنا دخلت الحكومة قبل الستينات بعد إعلان الجمهورية، وعد إعلان الجمهورية أنا داري بقيمة قال لي مش شيء معنا خطر، ما قبلتش قبل لنا الحكومة وقت اللي واخذها الحكومة حكومة قبل الاستقلال الكامل. أي أنا ما قبلتش قلت كيفاش كانت معامل الاتحاد ونجي نخرج من الاتحاد نولي عضو في الحكومة معك، مش معقول. هذا بعد حكومة الطاهر بن عمار، معناها بعد حكومة الطاهر بن عمار جاء هو أخذ الحكم، وجاء ندالي أخذ جماعة من الاتحاد داخلين معاه في الحكومة، ونادالي أنا كنت معاه قال لي موت كيفاش سي أحمد عاد بيجي معنا، قلت له كيفاش أنا كنت معاه الاتحاد نخرج نجي وزارة نمشي للوزارة ونسلم في المسؤولية بتاعنا منتخب كي كتب عام، قلت له قالي بالحرف الواحد بالفرنسوية قالي سي دوماج جو فولي تو كونفي لي زافير ايكونوميك، جاوبته أنا قلت له لي زافير اكزيست ديجا مي ليكونومي باز انكور، أنا هو حب الحرف بالحرف هك حب يعطيك هو ضحك شوية معناها ومشينا كل واحد على روحه، أنا حاب يكلفك بالمجال الاقتصادي. المجال الاقتصادي بصفتي كاتب عام الاتحاد يقول لك، لكن الاقتصاد ما مش صحيح، لأن من وقت الطاهر بن عمار وبعض وزراء وبعد بدأت الأمور الناس تدبر في رأسها. بدأوا يدبروا في رأسهم يعملوا في مشاريع وفي كذا، بحيث أنا ما ثانيا كاتب عام الاتحاد منتخب نجي نبطل ونجي ندخل وزارة ما جاتش حلوة. ما لا أنت دخلت الحكومة بعد ما خرجت من الاتحاد العام التونسي للشغل، بعد ما لا خرجت من الاتحاد العام التونسي للشغل في بعد مش بعيد ياسر لا بعد الاستقلال أنا دخلت الحكومة، ما دخلتش حكومة قبل الاستقلال بعد الاستقلال وقبل الجمهورية، أنا دخلت في الجمهورية وقت اللي هو ولا رئيس الجمهورية، اي معناها وقت اللي بورقيبه ولا رئيس الجمهورية؟ رئيس الجمهورية وقتها ندالي وقال لي باش نعطيك وزارة الصحة، قلت له مش ضروري، قلت له انا عندي النائب الاول بمجلس تأسيسي في ذلك الوقت، النائب الاول لرئيس مجلس تأسيسي،
وعندي مسؤوليه في المجلس التاسيسي. قلت له مش ضروري عندي انا ما نعمل عندي مشاغل. اي قال لي ما سي دوماج معناها ما خساره معناها. وقمنا وقت اللي قمنا قال لي ما عرفش شنو الكلمه اللي قالها لي. قلت له انا ما كان هكا. قال لي الكلمه اللي قالها لي غريبه ياسر نتاع انسان نادم على الشيء اللي عمله معاه. ايوا اش قال لي؟ قال لي سي دوماج بالفرنسويه جو فولي اتر ترانكيل افيك ما كونسيونس. اه بالحرف انا حبي يريح ضميره هاني نقول فيها امام الناس. حبي يريح ضميره اكزاكتومون. كانوا عملنا معايا حاجه انا مثلا مؤامره ضدي باش نخرجت من الاتحاد مثلا. اي فهمت مثلا. اي هاي فهمت يعني هذه بالعباره هذه قد قال لي سيدو بالحرف سي دوماج جو فولي اتر ترانكيل افيك ما كونسيونس. وقتها عاودت انا مديت يدي وخذيت له يدي وقلت له اذا كان من المساله هكا انا نقبل. ايوه بالضبط. بالوقت استجبت له وقت اللي هو استعرف الحقيقه كونه عمل العمليه غير شريفه. هذا هو انا وهذه من بين الاخطاء تقريبا. هذا اللي من هوني قبلت وزاره الصحه والشؤون الاجتماعيه الصحه فقط. وبعد اسابيع قليله ولات الشؤون الاجتماعيه ودينا نخدموا وقت منها عملنا برشا حاجات مستشفى اسمه الاطفال مستشفى ريانا مستشفى البدايه نتاع مستشفى السرطان السي ان اس اس نتاع الضمان الاجتماعي الكل عملناها في وقتها خدمه كبيره ياسر خدمناها. معناها بديت ترسي في اسس الاداره التونسيه منذ ذلك الوقت. ذلك الوقت نعم من ذلك الوقت وخاصه الوقت اللي وليت بعد في وزير التخطيط وعملنا تخطيط. جاء يوم من الايام بورقيبة بدون ما يقول حتى حد اما ما البقيه الباقي الكل نتاع الاراضي الاستعماريه فرد الضربه مئات الالاف بورقيبة ايه مئات الالاف. اسمع بن بلع عمل نفس الشيء في الجزائر كان هو في جهه في جهه القيروان ولا فين واعلن من ذلك وانا في الحكومه معناها انا هبطت على راسي القرار. معناها ما كانش في بالك انت ابدا ما كانش في بالي باش انا عملناها لان عملناها بالمرحله خذينا 120 الف هكتار انا والمنجزين بالتوقيع منجزين بصفه وزير خارجيه وانا أي. وزير الاقتصاد عملنا تفاهم من قبل مع الفرنسيس بدينا نرجعوا في الاراضي ورجعنا تقريبا 125 الف هكتار وفي بالنا نمشيوا بالمرحله على اساس كيف الاستقلال بشوي بشوي. اي بورقيبه جا فرض ضربه تقريبا 500 ولا 400 الف ولا قداش تماما فرض ضربه. بالله سيدي احمد هنا التوجيه الاراضي هذيك باش تمشي للكوفون باش تمشي بالفعل يلزمك تلقى لها حل. انا مشيت للكاف وجيت للبقعة اللي فيها المعمرين وفيها الفلاح الصغار المزمرين توانسة وعملنا في 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 نهار عملنا 15 نتاع عضوي الشيء من اراضي المعمر والشيء الاخر ركبوا زوز هكتار وثلاث هكتار لمتوهم بعضهم لمناها مع بعضهم وقلنا لهم هذا باش نكونوا لكم صندوق القروض تاع التعاضديات وثانيا ما تنجمش انت بوزوز اكترات اش كان يعمل بوزوز اكترات كان يكريهم للمعمر ويدخل يخدم عنده. ايوه بيان سور هذا كان يعيش يمشي للبنك ما يعطيهوش. عملنا ما احنا كاس دو كريدي ميتوال للناس اللي ما يحبوش يدخلوا للتعاضد ما حكمناش عليهم بالسيف عليهم راهو فما ناس ما حبتش تدخل اللي ما حبوش يدخلوا عملنا لهم سميناهم كاس دو كريدي ميتوال باش ينجموا يتسلفوا الفلوس وياخذوا زوز اكترات نتاعهم والاخرين اللي دخلوا للتعاضديه باش ياخذوا قروض لان التعاضديات فما جماعه قباقم يعتبروا روحهم علماء في الجامعه نسمعهم في الاذاعه اللي باللغه الفرنسويه خاصه أي. كيف يتكلموا على الموضوع هذا وعلى احمد بن صالح يقول لك كومونيزم شيوعي شيوعيه يقولوا فيها حتى شخصيات شيوعيه وهي مش شيوعيه. يعني سيد احمد هنا على الذكر هذايا هي سياسه التعاضد هذه هي سياسه في علاقه بالاشتراكيه لكن هنا في المجتمعات العربيه وقتها تو كي ناخذوا تجربه عبد الناصر ثم تجارب اشتراكيه قاعده تشق طريقها. شنو هي العلاقه بين سياسه التعاضد
وبين اللي عرفته بعض المجتمعات. سياسة التعاضد الفكرة الأصلية متاعها هو خدمة الاقتصاد. أنت تجي أربعة من الناس هنا عندهم 3 هكتارات وخمسة هكتارات وزوز هكتارات إلى غير مش لهم بعضهم. هذايا عندي أنا 150 هكتار بتاع المؤامرة. لشكون باش نعطيه؟ يجيني أنا وقتها وقت اللي أنا في الحكومة يجيني قدام البيرو سي فلان وسي فلتان يجبد لك ورقة قدمها مجاهد في سبيل الاستقلال تعطيني الأرض نتاع مسيو فلان. شو الكلام هذا؟ الأرض نتاع مسيو فلان لازم ترجع لأمها الأولانيين لأهل كاف اللي فكوها ملم بهزير. نجي أنا أمام 150 هكتار نتاع معمر وستة سبعة من الناس بوسوس وبثلاث هكتارات نقول له وين سيدي؟ كل واحد عنده هكتارات وهذه 150 هكتار. بعد 5 سنوات حسن تصرف 150 هكتار باش تتوزع عليكم. اللي عنده أقل ياخذ أكثر واللي عنده أكثر ياخذ أقل. وهذا كاش كونا الكاف. كاف كل ما أنا هكا وصلنا كونا 350 تعاضدية من هذا وما ضاعت منا حتى أرض نتاع المعمرين. كانت موجوده معطينا حتى حد معطينا حتى حد بصفه خاصه ماشي للشعب الكريم داخلين في التعاضديات على اساس كونه كل 5 سنوات يقع تقسيم الارض نتاع الدوله هذيك على الناس اللي في وسط كل 5 سنوات. جينا تفضل قدمنا 350 تعاضديه من مش المولوه باش نجم يخدم. طلبت انا مطلب قدم البنك الدولي هذا تاريخ. اي وكل شيء كل واحد يقول لي نجم يثبته موجود بالوثائق موجود. عملت انا طالب للبنك الدولي اللي مازال موجود قلت له مثلكم البنك الدولي الجواب شنو هو؟ ملي تخلقت البنك الدولي عمرها ما عطات مليم واحد للفلاح. تعطيوش الفلاح. يعطيه القروض للصناعات يعطيه الفلاح. قلت لهم جوابي أنا ما سكتش قلت لهم أنا حنايذ ما تعرفوش أهمية الفلاحة في العالم الجديد اللي قاعد يخرج من الاستعمار شيء آخر. الفلاحة ولات عندها باش تكون عندها تأثير كبير ياش بعد استقلال البلدان بطبيعة الحال باش تتبدل الأمور. ولهذا أنا نقترح عليكم نعملوا لجنة ثلاثية فيها المنظمة فيها البنك الدولي وفيها تونس وفيها منظمة الفلاح اللي تفهم مش معناها الفلاح. الثلاثة اللجنة هذه تجيو لتونس وجاو شوفوا التعاضديات اللي عملناها. إذا كان شفتوا هالتعاضديات هذه تستاهل الثقة متاعكم وتسلفوها الفلوس يا حبذا ما صحش تو ندبروا روسنا. وهذا الذي تم وجاء من ينوب عند البنك الدولي وانا بنفسي مشيت احيانا انا ولا الناس اللي معايا اعواني انا والمنظمه العالميه نتاع الفلاحه ومشينا على عين المكان وشفنا التعاضديات وشفنا التكوين نتاعها وشفنا الجلسات نتاعها. واذا به الخلاصه كون البنك الدولي اعطى 18 مليون دولار لتعاضديات الشمال سلف بالثقة نتاعو في التعاضد باش تمولوهم. يعني وهذا تلقى طوى الاستاذ الفلاني والزعيم الفلاني وكذا تمشي ولك الاذاعه نتاع الفرنسيس اللي تو موجود هذه ار تي سي هي يقول له ما سيدي بريود كومونيست سي احمد بريود كومونيست تعاضد وقت الثوره نتاع تونس جاهم وزير اللي تو واحد وزير فرنساوي اسمه بونتوبور شال سيدي بوزيد نسمع فيه بوزي جاو يسألوا فيه جماعة من سيدي بوزيد قالوا شنو قولك أنت في التعاضد؟ جاوبهم سمعتوا بوزني أي. قال لهم أنتم شفتوا في لاحة تنجح من غير تعاضد؟ أنا اعتراف بي في فرنسا هكاك خاطر فرنسا بالمئات التعاضديات الفلاحية. هذا هدرة متاع هذه خلقوها نمنامة علاش؟ على خاطر ناجحة العملية ناجحة مش هي برك العملية في ميدان التصنيع في ميدان التعليم في ميدان
السياحة، الأمور السياحة في وقتي أنا معناها خرج بالداء وقت اللي ما كانش تم وزارة السياحة، ثلاثة آلاف سرير عملنا الدولة. وبعد تالي ما أنا قلنا أيها الناس باش يتشجعوا، قلنا لهم أيها سيدي اللي يبني يطير، اللي يبني أنا قرار أخذته باتفاق مع بورقيبة، كيفاش نشرت السياحة؟ جيت نهار قلت لهم اللي يبني يطير عنده خمس سنوات أعفاء من الأداء، وهشت الدنيا ولت مئات الوتلة. هذا الناس تنساه، هذا تاريخ السياحة، مش بصيفة ما وقعش بصيفة سهلة السياحة الانتشار بتاعها. طيب وصلنا 3000 سرير، الدولة بلات 3000 سرير، الناس الخواص ما حبوش يبنيو إلا قليل، زوز ولا ثلاثة عائلات من القيروان يعملوا في الوتلة. كيف عملنا لهم الإعلان هذاك اللي يبني وتيل، الخاص اللي يبني وتيل نعفيه خمس سنوات من الأداء، من الأداءات. كثرة الوتلة تعدات ولت الآلاف الوتلة، والحمد لله في الوقت هذاك بالمئات. هذا نفس الشيء بالنسبة للتعارض، وقعت تعميم في بعض الجهات. لكن الشيء اللي كان ثابت كوره مش هذا الموضوع اللي تعمل عليه الناس ضد التعارض. المسألة مثلا كانت بوليتيك متاع أحمد بن صالح، معناها في الدرشنوة، في التعليم، في كذا، في الفلاعة، في كذا، في كذا، وين ماشي هذا؟ وبورقيبة يشكر فيه ويعاود. حنا هذه ولات المسألة شخصية تقريبا، داروا عليها. ثم ناس اعتبرت أنه سياسة التعاضد قضت عليهم وفكت لهم أراضيهم، والبعض منه وصل باش يبيع الشياه متاعه بألفين فرنك وثلاثة آلاف فرنك، وثم شكون باع الأراضي. لكن ثم آراء في المقابل زادة قالت سي أحمد بن صالح كان رجل دولة يعرف إيش يعمل، وسياسة التعاضد لو مشيت كيف ما حبه هو راه وضع تونس كان مختلف على وصلته اليوم. هذا هو صحيح، تعرف علاش؟ أي على خاطر وقت اللي عملنا التعاضد احنا ونجحت، واكبر دليل النجاح هذا الناس ما تنساش كونه البنك الدولي اول مره في تاريخ حياته اول مره يعطي قروض الفلاح، اعطاها للتعاضديه التونسيه. شوش هذا أول دولة تمتعت بقرض من البنك الدولي للفلاحة من البنك الدولي هي تونس، من أجل التعاضد. تنساوش هذا. هذوما نجحت بحيث العملية متاع التعاضد، ونجحت دوليا وقت اللي تخدم فيها البنك الدولي دوليا، ولات مش تولي مثال لبقية أفريقيا، ما ساعدش المعمرين الأخرين متاع أفريقيا، وما ساعدش حتى بعض التوانسة. ما ساعدش بعض التوانسة مش تولي العدوى، وهي هو تعرضوا انت ما يفكوش الارض، هي الارض دي متاع الناس الكل. توا احنا مش نستمعوا لبعض الشهادات. وقتها بديت تتعرض الحملة من اجل افشال سياسة التعاضد. قبل ما نواصلوا يا سي احمد، نشاهدوا هالمقطع ثم نواصل. شنو تعرف على شخصية أحمد بن صالح؟ أعرف اللي هو سبب في التعاضديات، عمل التعاضديات، حاجة أخرى لا ما عنديش حتى فكرة عليه. مناضل ويحب معنا البلاد ويحب يركح الدنيا، فهمت الله، وقاعد معنا بشدة صحيحة. أحمد بن صالح معناها كان هو الصادق النادق. أحمد بن صالح كان مناضل وخدم مع زعيم الحبيب بورقيبة الله يرحمه، فهمت، واحد صفر للخارج، هز المظالي وهرب بيها وقتها، احفر حفره وعباها سيتيرنا وعباها بالسيترنات نتاع الماء، وجابوا رقيبه يدش، فهمتني، قربيتها والناس تدش، وهو حافر حفره في الواحد، فهمتني، اي ضم تعديهم له، كله تعقل شيء في الحفره اللي عملتها، هاي الناس كبار حاضره، فهمتني، هذوما ناس يزيهم يقولوا شبعتوا فينا وقت اللي احنا نضربوا في النوم، توا يزي شدوا بلايسكم. مناضل قديم وخدم مع بورقيبة وكل كبير، الناس تمشي على كبارها، راهو انت خلقت بالكبار، ناخذوا فكره من الكبار، خويا نحترموه،
تاريخه بليزوموا وقتها في الوقت هذا كما هوش خارق العادة، في أن البلاد معناتها مشات في مسيرة مش خارق العادة وخرج وهرب. رجل حكيم، رجل عنده شخصيته، عنده طبعاته، وعنده طبعة خاصة معنا في البلاد التونسية، واحد كذا كوطني كرجل عنده قيمته. مع ذلك أنه شاءت الأقدار معنا باش يهاجر البلاد، رجع للبلاد، نتوصوا به أما شخصيته أما الوفاء القدم للبلاد، وما زال فيه شوية عطاء منه ولا من أخته السياسيين الكل بصفة عامة. سي أحمد بن صالح أنا ضحية من الضحيات نتاع وقت اللي شد هو في التعليم، وقت اللي شد في التعليم من جماعة 50 حتى 56 هذون، أنا عندي 12-80 دو مويان. لو كان جات ثم إعلامية واحد ينعمل لها عليا وين تو تبعت الليتر، دخلني في الحطيئه قداش طوله وقداش عرضه وقداش واحد، فهمت ولا لا؟ وعندي 12-80 دو مويان خرج في الليتر، دخلنا في السيكسيون الليتر هكا قاعد نكتب فيه اربع كلمات في الواحد، يعني ما صورت منها حتى اي شيء. كان الناس طيبه ما عنده حتى شيء. والله نعرفه سان طيب ياسر، ناس ملاح مرحم. برشا من الناس اللي ماتوا، برشا من الناس اللي تحرقوا، برشا من الناس اللي هو معناتها الحمام تاعو طلع جوجو على خاطر فك المرزاخن، علاش خاطر باش قالوا شنو البرنامج بتاع التخطيط، البرنامج بتاع التخطيط عملوا وما نجح، وحتى الجماعه اللي دخلهم وخلاهم يعني راو كيفاش يفلقوا هكا البرنامج هذاك، هم يقولوا احنا معاه ولكن معناتها يفلقوا في هكا البرنامج هذاك على خاطر الدنيا خلاها. انسان نشط، واحنا تولو كان عندنا 3-4 منه هو في الوقت هذا معناها في عمره هو راهو معناها حاجه رفيعه جدا، بقينا هو حاول باش يريق البلاد، لان البلاد بعد الاستعمار كانت فما تخلف فما كذا، حاول باش يريق، ولكن ما قاش شكون يثم اولا، وثانيا ربما هو استعجل وسيتو البرنامج اللي عمله هو وتر يضرب على الوتر حساس، لانه يعني معناها واحد تكون عنده رزق ولا كذا تجي تفكوله ولا كذا. شخصيته قويه ذكي، كان عنده 5 وزارات، كان معناتها 5 وزارات اللي قايم بهم وراضي برقيبة، ومعناتها وباهي معه ويحب ياسر برقيبة. تصور مرة مرض برقيبة نتفكره كتو تخليه باش يزور وسلم عليهم، بعد زاد دار وزاد سلم عليه، عاود على ما أنه يحب أحمد بن صالح. أما في الأخر عملك التعاضديات، والواحد ثم اللي عجبته ثم اللي ما عجبتوش، وكل هو معناها يشوف اللي هي حاجة باهية، لكن ثم ناس ضرتهم وثم ناس ما مشيوش معاه بالبيت. قاوم الاحتلال نورمالمون معناتها فهمتني، وبالنسبه للتجارب نتاعو التو معناتها احنا ماذا بينا نعاود نزيدو نعملو منها. بالنسبه للتعاضديه تمشي في تونس وما تمشيش، تو مثلا هوني بحكم احنا نخدمو يعني كيما نقول احنا بالسيستم الراسمالي فهمتني، ولا نجم تمشي تنجم لا. فما فلاحه تجار يعني يعجبهم الفكره نتاعو، فما اللي نقمو عليه، وفي الاخر قال لك كان ربي يسر على تونس كو. نحب نفهم العلاقة في الفترة هذيك بورقيبة، الحملة اللي بدأت ضد سياسة التعاضد وصولا إلى 68 بالضبط قبل ما تقع المحاكمة لسي أحمد بن صالح. 69 أي المشكلة اللي ما يتكلموش عليها أي هو أنه بورقيبة في الأثناء 67 مرض بالقلب، أي وبدأوا يعملوا له في الدويات، ومن جملتها يعملوا له في المورفين، وبورقيبة كان متحمس جدا جدا سياسة التعارض، سياسة اقتصادية بصفة عامة، وسياسة التعارض واسترجاع الأراضي بتاع الاستعمار، وقاعد يشوف بعينه في كاف وغير الكاف القرى الجديدة، فما قرى تعاضدية تكونت، وفما الانتاج الخضر والغلال اللي يظهر في الكاف وفي غير الكاف، ومعمل متاع طماطم إلى غير ذلك. شاف هذاك الكل ولا إنسان متحمس جدا بورقيبة، وأكثر من هذا وصلنا عملنا الاتحاد القومي للتعاضد، يعني منظمة كيف الاتحاد العام التونسي للشغل،
الاتحاد القومي للتعاون وشكون مترأس المؤتمر؟ بورقيبة. وتكونت الهيئة متاع المؤتمر القومي للتعاون اللي ولا منظمة من المنظمات القومية، كيف اتحاد الشغل، كيف اتحاد الصناعة والتجارة، كيف اتحاد الفلاحة. هذا أكثر من هكا، إلى درجة الحماس في سبيل التعاون، إلى درجة أنه كوننا في الجامعة كلية خاصة لتعلم التعاضد، دراسة سياسة التعاضد اكزاكتومون للتعاضد. يعني فما الاش اي سي اللي مجعول الاقتصاد الحر، وعملنا احنا الكوبيراتيف شو اسمها كلية التعاضد باش يعملوا الناحية الأخرى نوعا ما اليسارية الاشتراكية، مش فقط كان رأس مالية الاشتراكية اليسارية الاشتراكيه نتاعنا احنا اللي نعملوا فيها في التعاضد اللي عملناه في 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 الكاف وفي غير الكاف. وهذا كيفاش كان يشتغل اليسار سي احمد؟ ابدا مش يسار. احنا ما كانش عندنا يسار في تونس في الفتره هذيك. احنا عندنا اليسار نتاعنا تخلق عام 64 اليسار، وهو وقت اللي الحزب الحر الدستوري التونسي ولا اسمه الحزب الاشتراكي الدستوري، بدا صفة رسمية، بدا التصور اليسار يدخل في ال لا هو الحزب الحزب بتاعنا قريب ياسر الاشتراكية مش الشيوعية. أي أي الاشتراكية أحبابنا في السياسة، أحباب بورقيبة وأحباب الحزب الدستوري وأحبابنا احنا إلى الآن، شكون هم؟ الحزب الاشتراكي مش الحزب الشيوعي، غير أي صحيح. أي بحيث الحزب الاشتراكي الدستوري معناها هذا الاسم بتاعنا الأصلي اللي في عام 54، هذا هو اللي يجعل تونس قاعدة تتطور، مش تقعد بالحزب الدستوري القديم بتاع الثعالبي ولا حتى الحزب الدستوري بتاع بورقيبة، لا، فهو حزب دستوري جديد اسمه الحزب الحر الدستوري الاشتراكي الدستوري. والاشتراكي هو شنو الاشتراكية في تونس؟ المبدأ الأساسي شنو؟ هو يلزم في تونس ثلاثة طبقات: الدولة اللي يتلهاو بالاقتصاد، الدولة والخواص والتعاضد، ثلاثة حوايج، ثلاثة طبقات، فما توازن بيناتهم. ما علاش التعاضد؟ على خاطر الناس اللي مش يمشيو للتعاضد كي يبدأ وحده ما نجم يعمل حتى مشروع، كي يبدأ في وسط التعاضدية نجم يعمل مشروع. احمل الجماعة ريش اكزاكتومون. سي احمد كان عمر الشاشية، لحظة سي احمد عمر الشاشية كان يعتبر هو مهندس سياسة التعاضد في تونس. لا مهندس، فماش حتى حد مهندس. معناه على مستوى التنفيذ. لا مهندس مطبق يمكن. أي مطبق. مش مهندس. لا على مستوى التنفيذ. المهندس موجود في المخطط. أي. شكون اللي ما فهملوش؟ هي مفاجأة. المخطط التونسي اللي عملناه المخطط العشري وبعد تري ولا نقسموا فيه على مخطط رباعي أول ومخطط رباعي ثاني ومخطط رباعي ثالث. وقتاش تهردت المسألة في المخطط اللي حبينا نحكيه فيه؟ هذا ما ينسوهش الناس، ما يلزمش ينسوه، وقاعدين ينسوه فيه بالعاني. يظهر لي بعدها عكس، لأن جاءت وقت من الأوقات في عام 68 بالضبط، 68 ماشية السياسة تعاضدية لباس واشتراكية دستورية ولباس. جينا في المؤتمر متاع في اللجنة المركزية متاع 68، وقتها المخطط الرباعي الأخير، أنت وقتها ألقيت كلمة شوي ساعة. أي. المخطط الرباعي الأخير. أي. اللي مش يتعمل من 68 إلى 71، وفيه المقدمة متاعي أنا وفيه المقدمة متاع بورقيبة. المخطط هذا فيه في المقدمة متاعي أنا أقول فيه أن الأمور مشات مليح وكذا، المهم هو أن نمشيه بالخطوة فيما يتعلق بالتعاضد. ما نعموهش، كلمة تعميم ما فهماش، ما فهماش. نمشيه بالشيء فشيء، هذا في المقدمة متاعي أنا. وقت اللي كملت أنا المقدمة متاعي وكملت الحديث متاعي باش نقوم ونفطروا في كارتاج عند بورقيبة، اللجنة المركزية الكل هي اللي تحكم، هي اللي تحكم قبل ما يمشي للبرلمان. قال لهم لا استناهم، ما تقوموش توا، انا عندي ما نعلق على كلام سي احمد، مانيش متفق معاه فيما يخص التعاضد، يلزم السنه يقع تعميم التعاضد.
هذا انا مسجل موجود. انا بالنسبه لي انا سقطت. فجأت مش فجأت، هو ما قراش المقدمه متاعي. المقدمه متاعي فيها تهدئه، فيها 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 توأده. كيف كلمت بها انا وقلت معناها نمشيو بشويه وكذا، قال انا مانيش متفق مع سي احمد، يلزم السنه يقع تعميم التعاطف. وقت لي في المقدمه متاعي نقول، مش نقول لا، ما نقولوش الكلام هذا بالكل. هذا مين جاب دال بلا وقت هو مريض، معناها ثم علاقه بالمرض نتاعو سي احمد. مريض ويقف في المورفين، ما فيش حد شك هذا، هذا ما فيه حتى ادنى شك. شو اللي باش يقع؟ الولات بعض ولات وبعض معتمدين، انا شفت بعينيا برقيات يبعثوا له برقيات، يا سيدي الرئيس راهو في الجمعه هذه عملت 50 تعاضديه. يتسابقوا ولاو؟ اي ولاو يتسابقون. تهدت المساله، هذا ولا واحد يتكلم عليه. لان الناس بلاد والعياذ بالله البلاد خربوها. والله شفت بعيني البرقيه نتاع معتمد المعتمدين يقولوا سيدي الرئيس في المده هذه 50 تعاضدي كونت. وش يمشي يقع؟ خاصة وابو القيبة في ذلك الوقت يغني وحده، قل له حبيب بن صالح كان عندي منه 5، يعني يشكر في حبيب بن صالح. وهذا كفن جد تهربت انا في الموضوع. اكثر من هذا شافوا اللي حبيب بن صالح رغم هذاك الكل، بورقيبه باقي شاد حبيب بن صالح، تهربت له حبيب بن صالح. سي احمد لكن كنت انت عندك اكثر من 5 وزارات راه وقتها. ايش 5 وزارات؟ معناها احتفاظك ب5 وزارات ماهوش حاجه هينه معناها. الحاجه الفرسك واني ما متش. هذيك الحاجه الفرسك، حقني بركت، حقني مت وراهو تاح النص الكل. اما مع الاسف ما زدت حي. ما عادش باش نعملهم الله غالب. معناها هما توا حتى كي يحاولوا انهم يكيدوا لك بشكل او باخر. سي احمد عنده اكثر من 5 وزارات، شنو هو سر احتفاظك بالوزارات الخمس ما يزيد؟ لا على خاطر مانيش وحدي نخدم انا. هي عندك وانا نعرف كيفاش نخدم. انا نخدم على عين المكان. ما نخدمش بيرو يا برك. تتنقل وتدور وتشوف. انا نمشي نكون نمشي عملنا القصرين، عملنا القابس، عملنا البرت نتاع قابس، عملنا المعمل الكبير نتاع قابس، صلحنا الفوسفات اللي توا قداش من عام عاجزين على تصليحها. عملنا القصرين، عملنا ليزاتيلي ميكانيك دو سعال اللي باعوه من الخواص، عملنا شو اسمها اللي باعوها زاد كذلك ستيل اللي باعوها لشكون. مالا شنو سر انقلاب بورقيبه عليك يا سي احمد؟ لا انقلاب على خاطر وقعت محاكمتك فيما بعد. مش انقلاب هذا، كلها مسد ميراث. كانوا يخموا على الميراث نتاع بورقيب. شكون مش يحكم بعده؟ شكون اللي مش يحكم بعده؟ معناها خافوا لا باش يطلع هذا سي فلان هذا، بينما وفما ناس يقولوا يسميوهم ولاد بلاد اقرب للحكم من يزينا من بورقيبه ومن السير ومن الساحل ومن كذا، يفك على روسنا من الحكايات هذه. فما منا عقليه نتاع النوع هذا نوعا ما بذيئه، وفما عقلية أخرى متاع أطباع، موجودة الأطباع. فما ناس من اللي تخلقت البلاد من اللي استقلت إلى الآن عمرهم ما عرفت حتى مأساة، بقي يخدموا في النظام على طول. وعندهم علاقة باللي وقع لك سي أحمد؟ عندهم ألف علاقة، مش علاقة برضه، ألف علاقة. معناها أنت بالنسبة ليك وقع إزاحتك بشكل أو بآخر من طرف هالناس هذو؟ بالعنف، بالعنف نتاع الحكم، حكم قريب ما نجحوش في الاعدام لمحاله، ما خرجش حكم بالاعدام، لكن حكم ما خرجش قداش من عام سجن. وحنا على شنو هني؟ ويجا تشوف مستوى العيش نتاع الناس الكل اللي توا باقي يعملوا في الزعامات الى الان الى يوم الناس هذا، مش يشوف مكاسبهم وكيفاش نوعيه حياتهم، يشوف مكاسبي انا ومعي حياتي مع شخصية سي أحمد بن صالح التاريخية. شو يمثل؟ منكسب حتى شيء، منكسب كان الدار هذه كو وبرشة تصور تبارك الله قعدت لك كانت تصور طملوات وكو
مغروم بهذاك هو. أسي أحمد أنت هربت من السجن؟ ما هربتش أنا مانيش هرب. ما لا كيفاش معناها حررت ونفسي. أيوة كيفاش؟ أيوة حررت ونفسي، حررت عمل النظام واتصلنا بالإخوان الجزائريين أي؟ والحراس اللي يعني كيفي أنا ما همش قابلين للظلم، مقتنعين كوني أنا مظلوم. معناها السجن اللي تحبست فيه أنت الحراس مرضاوش بالوضع نتاعك؟ الحراس أنا عايشوني كاني في الوتيل، ستة حراس عايشوني في الوتيل، فرش وجراية ودراوات وبيترحى وسسمو والحيوط مزينة والكتب جايتني من عند المساجين بالسمباتية متاعهم. وين تسجنت يا سي أحمد؟ في السجن المدني اللي كان يكسروه طبعا، ما عادش موجود، اللي هدوه هذاك. ثلاثة سنوات أنا نجم نقول لك معناها أول مرة نكون عندي عطلة في حياتي، ما خديتش عطلة قبل. يا سي أحمد ما اتصلش بيك برقيبة؟ أبدا، اتصل بيسبني برقيبة، هو اللي سبني، هو اللي وقتاش خذيت قرار نتاع الخروج من السجن، وقت اللي سمعت الخطاب نتاعو، الخطاب نتاعو كيف جاء رجع كان درافين برا وقع الحكم في غيابه، حكم عليك انت بعشر سنين وهو برا، وهو برا كيف رجع عنده اجتماع نتاع هذا موجود في الجراحة في الجرائم، عمل اجتماع مع شو اسمه لجنة القضاء الأعلى، هو خاطر هو رئيس القضاة، أي رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، هو رئيس القضاة، عمل اجتماع مجلس القضاء الأعلى يسموه، في مجلس القضاء الأعلى بورقيبة عمل خطاب كيف اللي لام عليهم مزبلهم شوية، كيفاش ما حكمتوش عليه بالإعدام؟ أيوة يعاركهم، معناها 10 سنين شوية، إيه معناها ما كيفاش ما حكمتوش عليه بالإعدام؟ وبعد هذا قالوا في خطاب راهو، قال ما حكمش عليه بالإعدام، قال أي في الآخر بعد أنا سمعته بوذني، لأن عندي حق في جماعة أصحابي اللي في معايا اللي في السجن، أي اللي في السجن اللي عساسة في السجن، عندي راديو نسمع فيه، أنا سمعته بوذني وقت اللي قال لهم أي هو لعله فيه خير اللي ما حكمتش عليه بالإعدام، بورقيبة قال لهم لعله فيه خير، لعل حبل المشنقة أثمن من عنقه، فرد مرة معناها لهالدرجة هذه؟ لهالدرجة أنا سمعت الجملة هذه، صدقني فاكر اللحظة هذيك قررت الخروج من السجن، على ما حسيت في نفسك؟ لا ما حسيت شيء، حسيت وأن جلمود وصخر، هذا سي با لابيل، ما عادش فيه فصال، انتهى أمري منه وانتهى أمره مني، انتهى، الله يرحمه فعل وكهو تفصل الحكاية. وفعلا عملت اتصالاتي أنا مع أخي المرحوم محمد صالح رحمه الله، اتصال بأخواننا الجزائريين، وكانت الأمور معناها سهلة والحمد لله، وخاصة حرص الحراس على التعاون معي. أسي أحمد في علاقة بما كان يقوم به فرحات حشاد أثناء نضال الحزب الدستوري؟ لا نضال هو دستوري كغيره من المناضلين معناها في مقدمة الاتحاد بطبيعة الحال، لكن في الفترة اللي نحكي عليها اللي أنا عرفت فيها تو هذا السؤال، أنا ندرس حينئذ في سوسة، وجاتنا الفترة بتاع الضيق هذه اللي تسكرت الأبواب الكل، وبرقيبة في جسمها في تبرقة ولا فين، والمسؤولين هذه نويرة في شنو الجريدة بتاعه ممنوعة، أحمد المستيري ما ينجمش يخرج ولا شنو حصل، أنا وقع التضييق على أنا تماما في ذلك الوقت تقريبا كان فما فراغ، يكاد يكون فما فراغ، من أجل الأشياء اللي عملها فرحات حشاد رحمه الله، وما زالوا مع الأسف ما خذتش حظها في التاريخ، هو كونه بصيفته هو عضو، ماهوش عضو في المكتب السياسي بتاع المنظمة العالمية، لا بتاع السيزر، عضو نائب معناها عضو موجود، لكن
نعم، لكن عنده المكانة نتاعه، الصفة نتاعه. اش عمل هو؟ تقريبا الحزب مضروب عليه. عمل لجنة الدراسات، اسمها لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان، عن الحقوق الديمقراطية وتمثيل الشعب. عمل هاللجنة هذه اسمها هيك، اللجنة الدفاع عن الحقوق الديمقراطية والتمثيل الشعب. على أساس هاللجنة هذه عمل نوعا ما كيف اللي أحيا الحزب، معناها وجد له متنفس، متنفس في هاللجنة هذه، اللجنة اللي ما يذكروش حتى تو في الاتحاد قشمر اللوم عليهم، مش ما يتكلموش على هالإنجاز هذا، ما يتكلموش. لجنة الدفاع عن الحقوق الديمقراطية والتمثيل الشعبي، هذه لجنة عملها وعملنا منها فروع، وفرعها في أنا مسؤول عليه، فرع في سوسة، وحضرت معاه في اجتماعات في 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 بعض قرى في الساحل، على أساس أن نعمل في دعاية مش كاتحاد ولا كحزب، لجنة الدفاع عن الحقوق الديمقراطية والتمثيل الشعبي، باش ما ننسيوش الناس وما ننسيوش في الخارج بخاصة، وأن البلاد هذه معناها مضروبة على راسها، هاي تحاول باش تتنفس كيما تنجم، باش تلقى السبل اللي تعوضها الشيء، تعوض الشيء المضيق اللي دخلنا فيه. هذا الشيء اللي عمله فرحات حشاد. أنا كنت النائب نتاعو في سوسة، تاع لجنة الدفاع عن الحقوق الديمقراطية والتمثيل الشعبي. بحيث فرحات حشاد أنا اللي عرفته خاصة هو شد صحيح باش نمشي أنا نمثل الاتحاد في بروكسل بعد المؤتمر نتاع اللي أنا واحد من الناس ما كنتش متفق، ما كنتش من الموافقين على الدخول في السيزن. كنا موافقين في ذلك الوقت خلافا لما يقال أنه نخرجوا من الأفسام نتاع الشيوعية وما ندخلوش في الحرة، ولكن نعملوا جامعة شمال أفريقيا للنقابات في بالنا هكا. لكن فرحات حشاد نجح في جعل المؤتمر يصوت في سبيل الدخول في المنظمة النقابية غير الشيوعية بالنسبة لتونس. وشكون مش ويلزم حد يمشي غادي كينوب الاتحاد ويدخل يخدم في المنظمة من حسن حظي ولا من سوء حظي ما نعرفش. مشيت انت؟ هو اختارني فرحات حشاد، هو اللي شد معايا صحيح، معناها مدة شهرين وانا نقول له لا ومش نكمل قرايتي في باريس ومدري شنو وكذا، وفي الاخر نجح معايا وبعثني ومشيت انا نمثل الاتحاد العام للشغل لمدة 3 سنين ونص مش قادر تلعب. ثم نداوني انا نداوني الاتحاد، نداني قالوا يروح، ما جيتش وحدي انا. واكثر من هذا ما مشاش منيح ياسر الاتحاد في غياب فرحات وقت اللي قتلوا فرحات عشان وقت اللي اغتالوه فرحة عشاد الاتحاد ملاها تهلهل تهلهل. ما مشيتش منيح الأمور بطبيعة الحال، لكن سي أحمد بعثوني أنا قالوا لي تروح. أنا في بالي نروح، مشيت في بالي للكبارات نقابل فيه باش نجم نعاون أنا فيما يخص المؤتمر ونعمل كذا. مشيت لحبيب عاشور، مشيت لحبيب التليلي، مشيت قلت لهم شو كان فيهم، قالوا لي انت لازمك تترشح. سي احمد هو اللي قالوا لي هذا تقريبا وقتاش سي احمد بالضبط؟ هذا في 54 54 53 معناها قبل المؤتمر اللي ماشيين عقد في تونس. قبل المؤتمر بيسير هذا، انا جاي، انا قالوا لي روح، انا بعثوني باش نروح، مش انا جيت وحدي. أي. انا كنت موجود، ما عندي مسؤوليه في السيزون، مش 3 سنين ونص يعني مش هذا رسائل مش سهل، ونقرا في نفس الوقت نقرا في الجامعه نتاع شو اسمها بروكسل. قالوا لي روح، اللي بعثني شكون بعثني لبروكسل؟ الاتحاد. قالوا لي روح. روحت، مش نروح نعمل، مش نحضر المؤتمر. مؤتمر 57 هذا، مؤتمر 57 المؤتمر انا حضرت النصوص لازم الكل، ومشيت لحبيب عاشور ومشيت لحمد الدليري وقلت له كيفاش. وحبيب عاشور في المنفى في فحص، وحمد الدليري في المنفى في منوبه، مشيت نطلع عليهم ومشيت نسال فيهم شنو علاش مش نعمل. حبيب عاشور قال لي
راهو فرحت عشادة كي جاء لهنا يطلع عليا وقت اللي روح من عندك، روح من عندي انا كان معك بحذايا، كان بحذايا ثالث مره ولا رابع مره، قال له هو ولده، ولده حبيب عاشور تو يقول فيه نور الدين، ولده الكبير هذا لا مش نور، مش ولد حشاد، ولد ولد حبيب عاشور. ولد حبيب عاشور اللي يشهد بهدايا. جاء فرحات من امريكا ولا راجع من امريكا وشو مش هاي، قابل في حبيب عاشور وحبيب ليلي وكذا، وقابل حبيب عاشور وخرج في اليمن في اليمن، وبعد رجع له وعاود صافحه وقال له يا حبيب حافظوا على حمد بن صالح، حافظوا على حمد بن صالح. وهذا اللي خلاهم يتمسكوا بانك انت تكون كاتب يعني عام. لحبيب عاشور كيف جاء قال لي، قال لي انت راهو واش قال لي فرحه عشاد وكذا، اذا كنت ترشح وين ترشح قداش عمري انا نترشح وانت موجود وحمد لي موجود، هذا معقول؟ هذا كلام اكثر من هذا، انا في الخارج ونبعث مرتين او ثلاثه مرات على الاقل مرتين، نبعث الباهي لدغم رحمه الله اللي كان هو يمثل في الحزب في امريكا، وهو خرجهم في تو كان تشوفوا الرسائل نتاعو مطبوعين يتباعوا، خرجوا صدره اي صدره طيب. مده مرتين ولا ثلاثه انا نقول له بجهر ما نجمش للداخل، انت خلي الحبيب عاشور ياخذ الاتحاد، وقت اللي كان النوري بوداري ومسعدي ما مشتش مليح الامور وتعاركوا نوعا ما وكذا، انا وقتها من 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 خارج نشعر بالانخفاض نتاع الاتحاد والانهيار شويه نتاع الاتحاد، بعثت للباهي لطغم صيفته في الحزب واتصال مع بورقيبه ومع تونس ومع كذا، وينجم يتداخل وينجم يتاثر وكذا، مرتين او ثلاثه موجودين وكتب هذوما تنشروا والحمد لله، انا نطلب فيه نقول له داخله باش يولي الحبيب عاشور كاتب عام الاتحاد. سي احمد علاش لا الحبيب عاشور لا الحمد التليلي حبوا ياخذوا هالموقع هذايا اللي في التالي خذيته انت؟ انا خذيته هو اللي قالوا لي. علاش هما حسب رايك علاش هما رفضوا؟ على خاطر في المنفى. في المنفى. اي مع انهم في المنفى ما كانوش ينجموا يكونوا. انا هذا اللي قلته، قلت له انت قلت له اقبل حبيب عاشور ونوليو ندافعوا على الكتب العام تاعنا في المنفى. بالفعل ايه. قال لي لا انت يلزمك تقبل. احمد التليلي كيف كيف. ومنجسي نقول لك اكثر من هكا، المنجسي ما كانش موافق. ما كانش موافق على توليك انت؟ لا مش ايه ما كانش موافق. شكون اللي اقنع المنجسي كتابيا؟ الحبيب عاشور. احمد التليلي. بحيث انا جيت مطلوب مش طالب. انا مطلوب قالوا لي ترشح وترشحت. وكهو. اسي احمد. ومانيش نادم رغم الشيء اللي عملوهم بعد. لان نفس الاشخاص. حمد التليلي وحبيب عاشور موجودين وانا غايب وجاتهم تعليمات من عبد المرقب ونفذوها ضدي. وقع اقالتك وقت اللي انت موجود في الجزائر. وقع اقالتي واقالني الله والحمد لله. سي احمد نقطه فيما يتصل خاطر قيل عنها الكثير بعقد مؤتمر السيزل في تونس سنه 57 ويقال انه ثم دور لعبوا احد الاشخاص اليهوديه كوين حضريه. يقال انه لعب دور من اجل انه يقع المؤتمر. انا وقتها خرجت انا. اي انا ما خرجتش. نعرف النقطه هذه. اي وقتها انت ماكش انت على راس الاتحاد. انا خرجت لكن انا موجود. لا هذا الشيء اللي ما يعرفوش الناس. اي كوني انا عضو في الهيئه العليا نتاع السيزر. سيزر اي. ما طيرونيش خاطر خرجت من الاتحاد. حتى جاء المؤتمر. قعدت حافظ على المكان نتاعي. وموجود في المؤتمر بصيفتي. مش فقط ما عضو كيف بالعادة المتكلم باسم المؤتمر سيزل. لا متكلم باسم المؤتمر. عملوها بالعاني مساندة لي في فيما سمي محنة كوني خرجت من الاتحاد. إيه والدور اللي لعبوا كوين حضرية. كوين حضرية ما نعرفش يمكن ما نظنش نلعب دور خاص خاطر المساله هي ماهوش باش يرجعوني انا للاتحاد. لا الاتحاد السيزن الموقف نتاعها فما انسان عضو في المكتب.